السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا صف ثامن؟ اليوم إن شاء الله في مادتكم مادة الحاسوب رح نبدأ بآخر درس في الوحدة الثانية، درس إضافة النصوص إلى الفيلم. هيا نبدأ. اليوم يا تاسع سنتعلم في درسنا كيف نضيف نصوص إلى الفيلم الذي أنتجناه على برنامج صانع الأفلام. هذه النصوص أو من هذه النصوص يا تاسع هو أسماء العناوين والمشرفين. بالطبع يا تاسع عنوان الفيلم مهم جدا أن نضيفه، وأسماء المشرفون اللي أنتجوا هذا الفيلم واللي عملوا عليه مهم جدا أنه نضع أسماءهم لغايات حقوق الملكية. اسم أو عنوان الفيلم يا تاسع بيكون في بداية الفيلم، وأسماء المشرفين بيكونوا في النهاية. تمام تاسع؟ العناوين كعنوان فيلم في البداية وأسماء المشرفين في النهاية. لنبدأ الآن بلين ونسألها شو أول خطوة من خطوات إضافة عنوان أو اسم. أحسنت يا لين، سنحدد المقطع ونختار من هذا المقطع عناوين ومشرفين من قائمة أدوات. الآن كل هاي الخيارات اللي أمامكم في النافذة يا تاسع سنشرحها في السلايدات القادمة. والآن عمر احكي لي شو هو أول خيار من الخيارات السابقة. أحسنت، إنه نضيف عنوان في بداية الفيلم. هذا العنوان يا تاسع بكون في الخلية الأولى، وغالبا بكون عنوان الفيلم أو عنوان الفيديو. تمام تاسع؟ هاي الخطوة كتير سهلة سواء تنفيذها سواء فهمها، لازم في البداية عنوان الفيلم يكون موجود. والآن يا زينة ما هو الخيار الثاني؟ أحسنتي، إضافة عنوان قبل المقطع المحدد. هون يا تاسع إذا أنا عنواني بدي إياه يكون قبل مقطع محدد، يعني على سبيل المثال عندي 6 مقاطع وأنا بدي عنوان قبل المقطع الرابع، لازم في البداية أحدد المقطع الرابع ثم أضيف العنوان اللي أنا بدي إياه. إذن يا تاسع إما عنوان في بداية الفيلم إما عنوان قبل مقطع محدد. والآن يا أحمد محمد احكي لي شو هو الخيار الثالث. أحسنت، إنه نضيف عنوان على المقطع المحدد. انتبهوا تاسع، مش في بداية الفيلم مش قبل مقطع، هون عنواني رح يكون على المقطع المحدد، يعني على الفيديو نفسه أو الصورة نفسها. طيب خلينا نسأل محمد هيثم ما هو المسار الذي يظهر عليه هذا العنوان. أحسنت، هو مسار تراكب العنوان أو تراكب العناوين الموجود في الفترة الزمنية. طيب يا إبراهيم حامد ما هو الخيار الرابع؟ أحسنت، عنواني هون رح يكون بعد المقطع المحدد. هون غالبا بكون المقطع عبارة عن مقطع ختامي يا تاسع. تمام، فبالتالي عنواني أيضا رح يكون ختامي. خلينا ناخذ مثال، يعني دائما في نهاية الفيلم مثلا بيجي بعد آخر لقطة لقطة تانية بعديها مكتوب فيها The End، وهاي هو مثال على إضافة عنوان بعد المقطع المحدد. أما بالنسبة لآخر خيار فهو إضافة أسماء المشرفين مثل ما حكينا في أول سلايد، يعني لما ينتهي فيلمنا وكل إشي بننتبه إنه دائما بطلع عندي تتر بكون في أسماء الممثلين والمشرفين والمعدين، وكل هاي الأسماء هي عبارة عن مثال على إضافة أسماء المشرفين في نهاية الفيلم. طيب يا تاسع إذا أمامنا صار إما بضيف عنواني على الفيديو نفسه والصورة نفسها، إما بعد المقطع المحدد، إما في نهاية الفيلم. والآن أنا قررت أي خيار من الخيارات الخمس السابقة أنا بدي. على سبيل المثال اخترت أني بدي أضيف عنوان قبل مقطع محدد، فشو رح أعمل؟ رح أختار هذا الارتباط اللي هو عنوان بعد مقطع محدد ثم رح أنقر عليه، فرح تطلع عندي هاي الشاشة. هاي الشاشة يا تاسع بتخليني أدخل نص العنوان اللي أنا بدي إياه. طيب يا معاذ شو هي الخطوة الثالثة؟ أحسنت، رح أدخل عنوان النص في المربع المخصص للإدخال. والآن يا عمر ما هي الخطوة الرابعة؟
أحسنت، مجرد ما أدخلت عنواني اللي أنا بدي إياه رح أضغط فوق تغيير حركة العنوان، فرح تطلع عندي النافذة الآتية. من هاي النافذة أنا بختار اختيار حركة العنوان. كيف يعني حركة العنوان يا تاسع؟ يعني أسلوب ظهوره، مثل الأنيميشن اللي ظاهرين عندكم في السلايد اللي أمامكم. أنا مختارة أسلوب ظهور اسمه انقسام، ممكن أني أختار أسلوب تاني، وهذا الإشي بيشبه أساليب اختيار أو ظهور حركة العنوان. يلا محمد يوسف ركز معي واحكي لي شو هي الخطوة الخامسة. أحسنت، بعد ما اخترت العنوان اللي أنا بدي إياه أو نص العنوان اللي أنا بدي إياه، إذا أنا حابة أغير الخط واللون الافتراضيين رح أنقر فوق تغيير خط ولون النص. مجرد ما نقرت هذا الخيار رح تظهر عندي الصفحة الآتية. هاي الصفحة يا تاسع أنا من خلالها بحدد نوع الخط، لونه، حجمه وتنسيقه. تنسيقه يعني زي طريقة كتابته، لون هاي الخلفية، شفافية العنوان ووضع العنوان. يعني كل إشي بتعلق بأسلوب كتابة العنوان راح أختاره من هاي النافذة. مجرد ما انتهيت من هاي الأمور راح أنقر فوق تم، أضف عنوان للفيلم، وهيك صار في عندي عنوان للفيلم أو عنوان قبل مقطع أو عنوان بعد مقطع أو عنوان على مقطع، مثل ما حكينا إنه في عندي خيارات كتيرة. والآن أنا أضفت عناوين لفيلمي وانتهيت، عنوان في البداية وعنوان في النهاية، عناوين قبل مقاطع معينة وعناوين بعد مقاطع معينة وعناوين على مقاطع معينة. قررت إنه في عندي عناوين أنا بدي أعمل تغييرات عليها، يعني بدي أحررها. خلونا نسأل جمال شو هي أول خطوة من خطوات التغييرات. أول خطوة هي، أحسنت يا جمال، إني أحدد العنوان اللي أنا بدي أحرره. شو يعني أحرره؟ يعني أعمل تغييرات عليه. وين بحدد هذا العنوان؟ في لوحة العمل أو في الفترة الزمنية. ثاني خطوة يا دانا، أحسنتي، رح ننقر فوق تحرير العنوان من لائحة التحرير، فرح تطلع عندي صفحة أدخل نصا للعنوان. يعني هذا الخيار بيخليني أعدل كتابة العنوان، بمسحه وبكتب عنوان جديد. أما بالنسبة لثالث خطوة يا مين هاي المرة عمر، ما هي ثالث خطوة؟ أحسنت، عدل النص الذي تريد عرضه ووصفه عنوانا على الصفحة. يعني مثل ما حكيت لكم أنا هون عم بمسح عنواني وبحط عنوان جديد، أو مثلا بمسح حروف معينة بضيف بدلها حروف معينة. المهم أني أنا هون عم بعدل النص أو الكتابة أو الطباعة يا تاسع، مش الأسلوب، مش التنسيق، مش الحركة. هلأ رح نعرف كيف نغير الحركات والتنسيق، ورح نسأل هاي المرة زكريا الخطوة الرابعة. أحسنت، إذا إحنا بدنا نغير حركة العنوان رح ننقر فوق تغيير حركة العنوان، بعدين بحدد الحركة اللي أنا بدي إياها من اختيار حركة العنوان. مجرد ما حددت هاي الحركة اتغيرت حركتي الأولى إلى حركتي الثانية. أحسنت، طيب يا يزيد ما هي آخر إجراء؟ أحسنت، أنا في الإجراء السابق غيرت حركة العنوان، الآن أريد أن أغير خط العنوان، لونه، خلفيته أو لون خلفيته، تنسيقه، شفافيته. هون رح أنقر فوق تغيير خط ولون النص، ثم رح أروح على تحديد خط ولون النص أو العنوان بالطريقة نفسها اللي تعلمناها من البداية، وأختار ألوان جديدة، خطوط جديدة، شفافية جديدة، وأعينها بدل الإجراءات أو التنسيقات اللي كانت موجودة في البداية. إذا هدول الخمس إجراءات يا تاسع هم إجراءات تغييرات على العنوان، مش أنا عم بعمل عنوان جديد، أنا عم بعدل على عنوان قديم يا تاسع. وهلأ بدي أسأل محمد رؤوف عن إجراءات تغيير مدة العنوان. عرفت كيف ممكن أغير لون العنوان، خطه، حجمه، كتابته نفسها؟ الآن بدنا نعرف كيف ممكن نغير مدة ظهور العنوان. أول خطوة يا محمد رؤوف، أحسنت، لازم أحدد طريقة عرض العنوان، وهون التحديد رح يكون طريقة العرض في الفترة الزمنية. ثاني خطوة يا محمد رؤوف،
أحسنت، لازم أحدد العنوان اللي أنا بدي أغير مدته، يعني أنا في عندي أكثر من عنوان في الفيلم، لازم أنقر على العنوان المطلوب. على سبيل المثال كان عنوان قبل بداية مقطع معين، لازم أنقر عليه، هيك أنا خليت نصت لتعديله. الآن أنا غايتي أني أغير مدة ظهوره أو مدة تشغيله. إذا أنا قررت أني بدي أزيد هاي المدة، كانت على سبيل المثال 5 ثواني، وبدي أخلي هاي المدة 10 ثواني، شو رح أعمل؟ رح أسحب نقطة قطع النهاية نحو نهاية الفترة الزمنية. لكن إذا العكس، بدي أخفض مدة تشغيل العنوان، رح أعمل العكس ورح أسحب نقطة قطع البداية اتجاه نهاية الفترة الزمنية. طبعا يا تاسع، المقابض والفترة الزمنية وكل هاي الأشياء كلها شرحناها في الدروس السابقة. الآن إذا أنا قررت إنه بدي أمسح العنوان كامل، أول خطوة هي إني أحدد العنوان اللي بدي أمسحه، ثم بكل بساطة من لائحة التحرير الأساسية الموجودة في أعلى البرنامج رح أنقر فوقه حذف أو ديليت، وهيك أنا بكون أزلت العنوان. إذا يا تاسع، إما إزالة عنوان بالخطوتين اللي حكيناهم، إما إني أغير مدته. وحكينا قبل ما أقرر أني أغير مدته، لازم بالبداية أحدد طريقة عرضه تكون موجودة في الفترة الزمنية. الفترة الزمنية يا تاسع مش لوحة العمل. هاي الأشياء بديكم تركزوا عليها، لأنه زي ما حكت لكم الأسئلة كلها بالامتحان رح تكون ضع دائرة. هيك يا تاسع، بنكون أنهينا درسنا وأنهينا مادتنا الحمد لله. أمامكم الآن الفاينل، لازم تحضروا له منيح، وأمامكم أسئلة الفصل. بما أنكم رح تدرسوا منيح للفاينل، اختبروا فيها أنفسكم بعد ما تنتهوا، وأي أسئلة بخصوص أسئلة الفصل أو أي أسئلة تانية بتتعلق بالمادة ارسلوا لي إياها على الواتس أب، ما في أي مشكلة، وبتمنى لكم جميعكم التوفيق.